وللمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، كيف ترى الاحتفال بمتطوعي كتف في كتف، تلك المبادرة الأكبر من نوعها على صعيد الحماية الاجتماعية في مصر؟ هو بالطبع هذا اليوم والاحتفالية ومبادرة كتف بكتف دي، ده يوم عظيم بالنسبة للدولة المصرية، اللي بيبقى فيه تكاتف كل المواطنين بعضهم ببعض وتلاحم الشعب بينه وبين بعضه. طبعا ده في إطار طبعا الحماية الاجتماعية والمبادرات اللي بيطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا. احنا شفنا في من خلال التحالف العمل الأهلي، التحالف الوطني للعمل الأهلي، ده بيضم طبعا كل الجمعيات الأهلية، 33 جمعية بتعمل على العمل الخيري والتكافل والتضامن بين الشعب بعضه لبعض وتقديم الخدمات. طبعا التحالف الوطني ده في الوقت الحالي هناك تنسيق كامل، وهناك أيضا قوائم وقاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا والأكثر فقرا. طبعا ما يحدث في الوقت الحالي ده يعني مش موجود في أي دولة في العالم، إن يبقى في تلاحم وتعاطف بين الشعب المصري بينه وبين بعضه في وقت الأزمات. معادن الشعب بتظهر، ده بجانب طبعا المتطوعين اللي هم 60,000 متطوع بيعملوا في الوقت الحالي من أجل توزيع الكراتين ومن أجل تعبئتها ومن أجل النزول إلى الأماكن اللي بيتم التوزيع فيها. وبالفعل النهاردة يوم عظيم يضاف إلى الأيام الجميلة والعظيمة بالنسبة يعني للشعب. أستاذ جميل، يعني يمكن سؤالي لحضرتك أنه على أرض الواقع، كيف يمكن لوجود كيان زي كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بيضم 34 يعني كيانا يعمل في العمل الخيري، تأثير هذا الكيان وهذا التنظيم على الوصول بشكل مباشر وبشكل جيد إلى الأسر الأكثر احتياجا في جميع المحافظات؟ هو في الوقت الحالي طبعا التنسيق اللي تم بين الجمعيات الخدمية والجمعيات الخيرية اللي انضمت تحت التحالف الوطني، كانت في البداية في الأول كل جمعية بتعمل منفردة، كل جمعية بتقدم خدماتها بشكل منفرد فقط، يكون في تضارب في تقديم الخدمات. لكن وجود التحالف وفي قوائم وقاعدة بيانات كاملة للأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية، ده بيجعل ان هناك يبقى في تنسيق وتكامل في العمل والوصول الى الاكثر احتياجا والاكثر فقرا من المواطنين وتقديم الخدمات لهم في كافه المحافظات. يعني احنا بنتكلم على 40 كرتونه، يعني فيها 4 مليون كرتونه، يعني في 4 مليون اسره سيصل اليهم هذا الدعم. طبعا ال 4 مليون اسره دول بالتاكيد هناك في قوائم وقاعده بيانات كامله تستطيع انها تصل اليهم وتصل اليهم هذه الكراتين الدعم المقدم ليهم. إذن التنسيق بين الجمعيات لما دخلوا تحت مظله التحالف الوطني ده كان شيء مهم جدا للعمل الخيري. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريده الاهرام، كنت معنا هاتفيا.